في الشأن السياسي السوداني، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تأجيل لقاء تفاوضي كان مقررا أمس الأحد مع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي بوساطة إفريقية إثيوبية إلى غد الثلاثاء. وقال تحالف قوى الإجماع الوطني وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير في بيان له، قال إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. وأفادت مصادر للجزيرة أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة. من جانبه قال القيادي في قوى الحرية والتغيير مالك أبو الحسن، قال إن الخلاف حول الإعلان الدستوري سببه القضايا التي طرحت بعد اتفاق الخامس من الشهر الجاري، والتي تشمل حصانة أعضاء مجلس السيادة وسلطاتهم وعدم الحسم في قضية المجلس التشريعي وتأجيله، خصوصا ما يتعلق بمسألة النسب. القضايا التي طرحت مؤخرا بعد الاتفاق الأول الذي تم في يوم الخامس من يوليو الماضي، وعلى رأس هذه القضايا قضية حصانة أعضاء مجلس السيادة وسلطات مجلس السيادة، وأيضا قضية المجلس التشريعي وعدم حسمها وتأجيلها، خصوصا موضوع نسب. هذه القضايا هي التي هي التي قادت إلى هذا الوضع القائم الآن. من الواضح أن الاجتماع المحدد له يوم الثلاثاء القادم، الحرية والتغيير ستأتي برؤية متكاملة في الوثيقة التي طرحت، والوثيقة التي تسربت الآن يبدو أن الشارع قال رأيه فيها. معنا عبر الهاتف من مدينة هانوفر الألمانية إيمان أبو القاسم، نائب رئيس المجلس القيادي الأعلى لحركة جيش تحرير السودان. سيدة إيمان أبو القاسم، الحديث الآن حول هذه النقاط الخلافية، يبدو أن المرحلة الانتقالية لن تكون سهلة ولن تكون سلسة، وأن هناك أمور متشابكة كثيرة، يبدو هذا من عدم الوصول لصيغة توافقية حتى على صياغة الاتفاق. أعتقد الأطراف المعنية بالاتفاقية العسكري سوف يماطلون. قبل كده قلت على قناتكم الموقرة إنه المجلس العسكري سيماطل في الوصول ولا إمضاء أي اتفاقية مع قوى الحرية والتغيير. إنه يشتري الوقت، والآن ما يحدث في السودان، الأحداث اليوم في السوكي هي أحداث مؤسفة جدا. المجلس العسكري يحتاج لحصانة، يحتاج لحصانة كبيرة جدا، لأنه الآن تم صفحه في كل العالم ولكل المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية. والمؤسف كان إنه هذه الاتفاقية أيضا أقلت مسألة التحقيق لجنة تحقيق عادلة ودولية في مسألة الجريمة التي ارتكبت في يوم 3 يونيو، وهذا مطلب أساسي بالنسبة للشعب السوداني. في الوثيقة غيرت مطلب الشعب، من في الأول كان المطلب هي لجنة قانونية دولية تخلص فيما جرى وتأخذ المجرمين إلى ساحات العدل، لكن الآن ما نراه في هذه الوثيقة المكتوبة والملفقة أعتقد إنه تحقيق قومي ولجنة أفريقية. وهذا يأخذني إلى سؤال سيدة إيمان، يأخذنا إلى سؤال عن الحصانة. إذا كانت هناك انتهاكات، اتهامات، ربما الحديث عن لجنة في وقت ما بعد الاتفاق لتحاسب من قتل هؤلاء، ما رأيك في موضوع الحصانة؟ لا حصانة فوق القانون، هذه ثورة، نعم. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت سيدة إيمان، لدينا مشكلة في التواصل معك. أشكرك شكرا جزيلا، وأعود للسيد منير شيخ الدين جلاب. الحديث الآن حول الشأن السياسي، قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري،
الإعلان عن اتفاق، ثم الإعلان عن تأجيل الاتفاق، ثم الإعلان عن تأجيل إعلان الاتفاق، يعني وظهور نقاط خلافية، الخلاف حول حصانة المجلس السيادي، والخلاف حول المجلس التشريعي والنسب، والخلاف حول وضع قوات الدعم السريع. كيف ترى هذه الخلافات؟ أخي مصطفى، يعني من المؤسف جدا أن يتم اختزال ثورة الشعب السوداني وشبابه في مسألة تقسيم السلطة، يعني وكأن تم الاتفاق حول قضايا الشعب السوداني والمطالب التي كانت مرفوعة، وتبقى فقط مسألة تقسيم السلطة في المجلس السيادي. فهذا يؤكد أن يعني الهدف الأساسي بين الطرفين كان السلطة، وقد قلت ذلك من قبل. نقول بصراحة شديدة أن الطرفين ينطلقان من أزمة، أزمة المجلس العسكري أنه يريد أن يؤمن نفسه من أي مسألة في المستقبل، فلهذا السبب حاول أن يدخل بند الحصانة. أزمة التأمين والحصانة أم أزمة الحكم أيضا؟ الحديث عن أنه النسب، الحديث عن أنه الطرف أو الشخص الحادي عشر أو السادس مدني ولا مدني عسكري ولا مدني بخلفية عسكرية. كما قلت لك أنهم يعني مشغولان بالسلطة أكثر من أي شيء آخر. ليس هذا من مطالب الشعب السوداني في أن تكون هناك يعني مجلس سيادي، ولكن تم اختزال ثورة الشعب والشباب والمطالب المرفوعة في مسألة تقسيم السلطة بين الطرفين. لكن سيد مدير الشيخ الدين الأديب، للأمانة يعني ليس لدينا طرف يرد، ربما أنقل لك وجهة نظر أخرى. أنه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى من يدير السلطة، تحتاج إلى شكل في إدارة السلطة. المجلس السيادي سوف يكون شكل من شكل إدارة الدولة. أتفق معك، ولكن لماذا لم يتفقان الآن؟ لأن المجلس العسكري يريد أن يؤمن نفسه في المستقبل من المساءلة، وكما أن المجلس العسكري يعني الآن هو يعني هي القوة الحقيقية في الدولة. المجلس العسكري هو الذي سيحكم الفترة بتاعت 21 شهر. في هذه الفترة لا بد من المجلس العسكري أن يوصد أي باب يمكن أن يؤدي لمساءلته في المستقبل. وهنا سؤالي الأخير ربما في هذا النقاش الليلة، هل تعتقد أنه الأمور ستسير بسلاسة حتى لو تم الاتفاق على هذه النقاط، أم أنه في كل مرحلة وكل فترة سوف تظهر خلافات بين قوى حرية وتغيير التي تمثل الثورة وتمثل الشعب وطموحات الشعب، وبين المجلس العسكري الذي يبدو أنه لن يسمح بمرور هذه الأمور بشكل سلس؟ نعم، حتكون هناك مشاكسة باستمرار، ولا يستطيعان الطرفان الحكم يعني في الفترة الانتقالية بصورة سلسة. وخاصة أنا أقول دائما أن قوى الحرية وقوى إعلان الحرية والتغيير لقد أخطأ خطأ كبيرا في أن يستعجل في الجلوس مع المجلس العسكري قبل الحصول على ضمانات تؤكد بتنفيذ الشعارات التي رفعت. فكذلك أن قوى الحرية والتغيير أن يعترف أو أن يعطي المساحة للمجلس العسكري في أن يحكم في الفترة الأولى، وكذلك كان هذا خطأ كبيرا. إذا افترضنا أن المجلس العسكري من خلال هذه الاتفاقية التي نحن نراها تم التوقيع عليه وحكم المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، ما الذي تبقى للحرية والتغيير؟ لا تستطيع الحرية والتغيير أن تفعل شيئا بعد ذلك. أنا أريد أن أقول في خلاصة الأمر أن هذه الاتفاقية حتى ولو تمت سوف تكون هناك مشاكل كثيرة جدا، وسيفقد الحرية والتغيير الشارع. وأنا أقول ذلك وأراهن تماما أن هذه الاتفاقية ولم يلبي طموحات الشعب السوداني وطموحات الشباب الذين خرجوا وماتوا وسفكت دماءهم في كثير من المناطق في السودان. شكرا جزيلا السيد مدير شيخ الدين جلاب، رئيس الحزب القومي الديمقراطي الجديد والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية السودانية. شكرا جزيلا. مشاهدينا، المساء مستمرة، وبعض الفاصل الشأن الجزائري. اعتقال 5 أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم بالمتفجرات ضد الحراك الشعبي.